بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في خدمة دروس الصف الرابع الابتدائي من الفصل الدراسي الثاني في مادة العلوم، وموضوع الدرس هو المغناطيسية. ما المجال المغناطيسي؟ الدرس من إعداد المعلم فاضل عبد الله بخاري وتقديمي محمد المجدوع. أعزائي الطلاب والطالبات، من خلال موضوع الدرس المغناطيسية، ما المجال المغناطيسي؟ ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟ إذن نتعلم اليوم أعزائي أولا توضيح المقصود بالمجال المغناطيسي، ثانيا وصف المجال المغناطيسي للأرض، ثالثا شرح طريقة تخطيط المجال المغناطيسي، رابعا بيان طريقة عمل البوصلة. لو تأملنا هذا الشكل أمامنا، المغناطيس، نجد أن المغناطيس يجذب الأشياء المصنوعة من الحديد اللي واضح أمامنا في الصورة أو النيكل، يجذبها من دون أن يلمسها. ما هذه القوة التي تجعل المغناطيس يجذب هذه الأجسام دون أن يلمسها؟ إذن يوجد ما يعرف بالمجال المغناطيسي الذي يحيط بالمغناطيس، يحيط بالمغناطيس ويجعله يؤثر بقوة في جذب الأجسام إليه بقوته المغناطيسية. طيب، كيف يتكون المجال المغناطيسي أو كيف نحدده؟ لو لاحظنا الشكل أمامنا، لنجد خطوط تنطلق من القطب الشمالي. لاحظ انطلاقها تبدأ من القطب الشمالي وتدخل إلى القطب الجنوبي. ممتاز، هذه الخطوط التي تحيط بالمغناطيس وتبدأ من القطب الشمالي وتدخل إلى القطب الجنوبي هي تمثل المجال المغناطيسي، وهذه المساحة أو هذه الخطوط تظهر فيها قوة المغناطيس، وهذه هي خطوط المجال المغناطيسي. طيب، كيف تكون المجال المغناطيسي؟ يعتقد العلماء أن لب الأرض، داخل الأرض في اللب في المركز، يحتوي على حديد منصهر. هذا الحديد المنصهر يولد مجال مغناطيسي يحيط بالكرة الأرضية. هذا المجال المغناطيسي يتكون على شكل كيف؟ على شكل خطوط. هذه خطوط المجال المغناطيسي يشكلها الحديد. هذه لاحظ الخطوط تدو حول الأرض، حول الأرض. إذن هذه الطريقة التي يعتقدها العلماء في تكون المجال المغناطيسي حول الأرض. والمجال المغناطيسي لو لاحظنا من خلال هذه الصورة له قطبين، كما أنه يوجد القطب الشمالي الجغرافي والقطب الجنوبي الجغرافي، كذلك يوجد قطب شمالي مغناطيسي وقطب جنوبي مغناطيسي للمجال المغناطيسي الأرضي. هذه كلها المجال المغناطيسي الأرضي يوجد قطبين، قطب شمالي مغناطيسي وقطب جنوبي مغناطيسي. ولكن لو دققنا، لاحظ القطب الشمالي الجغرافي والقطب الشمالي المغناطيسي، وكذلك لو لاحظنا القطب الجنوبي المغناطيسي والقطب الجنوبي الجغرافي، هل هم متطابقان؟ كل قطب متطابق مع القطب الآخر؟ متطابقان بالضبط؟ لا. إذن نلاحظ أن الأقنطاب المغناطيسية، القطب الشمالي المغناطيسي والقطب الجنوبي المغناطيسي، لا تنطبق تماماً على الأقطاب الجغرافية، الشمالي الجغرافي والقطب الجنوبي الجغرافي، لا تنطبق تطابقا تماما على بعضها البعض. فيه فرق بين الأقطاب الجغرافية والمغناطيسية.
المجال المغناطيسي للمغناطيس لا نستطيع أن نراه، حنا مثلناه قبل قليل بخطوط، ولكن بالعين المجردة لا نستطيع أن نرى خطوط المجال المغناطيسي. كيف نستطيع أن نرى خطوط المجال المغناطيسي لقطعة من المغناطيس؟ ممكن أن نعمل هذه التجربة، وهو أن نضع ورقة بيضاء ثم ننثر عليها برادة الحديد، ثم نضع المغناطيس من الجهة الأخرى للورقة. سوف نلاحظ تكون خطوط للمجال المغناطيسي التي تنطلق من القطب الشمالي وتدخل إلى القطب الجنوبي. إذا بهذه الطريقة استطعنا باستخدام برادة الحديد أن نرى المجال المغناطيسي لقطعة المغناطيس هذه. واضح؟ لاحظ، واضح خطوط المجال المغناطيسي، نفس الخطوط اللي رسمناها في الشريحة السابقة، ولاحظ أنها تنطلق من القطب الشمالي وتدخل في القطب الجنوبي، وتتركز قوة المغناطيس لو لاحظنا من خلال برادة الحديد. أين تتركز قوة المغناطيس؟ قوة مجاله أين تتركز؟ أيوة، نعم، ممتاز، نجد أنها تتركز في الأقطاب اللي هي الأطراف. قوة المجال تتركز في أقطاب المغناطيس في أطرافه. إذا نعم، ممتاز، ملاحظة جيدة. طيب، نأتي الآن أعزائي الطلاب لسؤالنا التالي. لكل مغناطيس مجال مغناطيسي يحيط به، هل هذه العبارة صحيحة ونختار رقم 2 أم خاطئة ونختار رقم 1؟ يلا حددوا يا شباب، يلا. إذا نعم، نختار رقم 2 لأنها عبارة صحيحة، لكل مغناطيس مجال مغناطيسي يحيط به. ممتاز، أمامنا الآن هذا النموذج، وهو نموذج لماذا؟ أيوة، للبوصلة. كيف أو ما هي العلاقة بين البوصلة والمغناطيسية والمجال المغناطيسي الأرضي؟ أيوة، إبرة البوصلة هي إبرة خفيفة وتكون ممغنطة، ويمكنها تحديد القطب الشمالي المغناطيسي للأرض. أستطيع عن طريقها تحديد القطب الشمالي المغناطيسي للأرض، ولكن كيف؟ ها، كيف أستطيع من خلال البوصلة تحديد القطب الشمالي المغناطيسي للأرض؟ أيوة، حلو. من خلال النموذج اللي أمامنا نجد أن القطب الشمالي للمغناطيس يجذب القطب الجنوبي للإبرة. طيب، ما علاقة ذلك بالبوصلة وتحديد جهة الشمال؟ أيوة، كذلك اللي حصل الآن لإبرة البوصلة يحصل لها بالنسبة للمجال المغناطيسي الأرضي. فالقطب المغناطيسي الشمالي للأرض يجذب القطب الجنوبي للإبرة كما حدث في القضيب المغناطيسي، فتتجه الإبرة، إبرة البوصلة تتجه إلى الشمال. ليش اتجهت للشمال؟ لأن القطب الشمالي المغناطيسي أثر على إبرة البوصلة حيث جذبها إليه. أيوة، إذن يجذب القطب المغناطيسي الشمالي للأرض القطب الجنوبي للإبرة، وبذلك تتجه الإبرة إلى الشمال، ونستطيع من خلالها تحديد اتجاه الشمال بواسطة البوصلة. واضحة؟ طيب، إذا البوصلة لها فائدة في الاستخدام من خلال هذا الشيء، فنستطيع استخدامها في تحديد الاتجاهات. كيف؟ لما إبرة البوصلة تحدد لي الشمال، احنا اتفقنا أن إبرة البوصلة دائما تتجه للشمال لتأثرها بالقطب الشمالي المغناطيسي. طيب، أنا عرفت الشمال وإبرة البوصلة حددت لي، إذا أعرف على طول لما أنا أعرف الشمال بعرف وين الجنوب، وكذلك إذا عرفت الشمال والجنوب إذا سوف أعرف وين اتجاه الشرق والغرب. إذا بهذه الطريقة البوصلة لها أهمية بالغة لشخص يريد معرفة الاتجاهات.
فالبوصلة تحدد لك الشمال، إذا اتضح لك الشمال فتستطيع معرفة الجهات الأخرى، حيث أن الجنوب هو معاكس للشمال ويأتي على يمينك الشرق ويأتي على يسارك الغرب. استخدام البوصلة. تتكون البوصلة من إبرة خفيفة ممغنطة، ويكون بواسطتها تحديد القطب الشمالي المغناطيسي للأرض، فهو يجذب القطب الجنوبي لإبرة البوصلة فيتجه نحو الشمال دائما. لماذا يشير رأس الإبرة المغناطيسية للبوصلة إلى اتجاه الشمال دائما؟ يجذب القطب المغناطيسي الشمالي للأرض القطب الجنوبي لإبرة البوصلة، وهذه الخاصية ذات أهمية بالغة لشخص أضاع تحديد موضع مكانه، فالبوصلة تساعدك على تحديد اتجاهات الشرق والجنوب والغرب، وأي اتجاهات أخرى تريد تحديدها. يمكنك صناعة بوصلة باستخدام قضيب مغناطيسي وخيط، وذلك بتعليق قضيب المغناطيس بالخيط وجعله يتدلى بحرية، حيث سيتأثر مباشرة بمجال المغناطيسي الأرضي. نأتي الآن أعزائي الطلاب إلى سؤالنا التالي، التفكير الناقد. أجسام الطيور تحتوي على مغناطيس طبيعي. أيوة، كيف يمكن أن يساعدها ذلك؟ يلا، يساعد ذلك في ماذا؟ أيوة نعم، إذا المغناطيس الطبيعي في أجسام بعض الطيور يساعدها على تحديد اتجاهها خلال هجرتها أو في أي وقت لا توجد فيه معالم تسترشد بها. إذا المغناطيس الطبيعي الموجود في أجسامها يساعدها على معرفة الاتجاهات. حلو، نأتي إلى السؤال التالي، لماذا يجذب القطب المغناطيسي الشمالي للأرض القطب الجنوبي لإبرة البوصلة؟ لماذا؟ بسيطة، أيوة نعم، إذا لأن الأقطاب المتشابهة تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب. ممتاز ممتاز. طيب نأتي الآن أعزائي الطلاب والطالبات إلى تقويمنا الختامي. نود وضع الرقم من القائمة على اليمين 1 أو 2 في المكان الصحيح من القائمة المقابلة. رقم 1 المجال المغناطيسي، ماذا يناسبه؟ الجهاز أو الأداة التي يزودها المصدر بالطاقة، أم إبرة خفيفة ممغنطة يمكنها تحديد القطب الشمالي المغناطيسي للأرض، أم أنها منطقة محيطة بالمغناطيس تظهر فيها آثار قوته المغناطيسية؟ سهلة جدا، أيوة نعطيكم وقت التفكير، فكر، يلا الآن حدد. إذا المجال المغناطيسي وين؟ نعم ممتاز، إذا المجال المغناطيسي منطقة محيطة بالمغناطيس تظهر فيها آثار قوته المغناطيسية، يعطيكم العافية. نأتي الآن إلى رقم 2 البوصلة، هي الجهاز أو الأداة التي يزودها المصدر بالطاقة، أم إبرة خفيفة ممغنطة يمكنها تحديد القطب الشمالي المغناطيسي للأرض؟ أسهل من السهل، أيوة يلا نعطيكم فرصة. أيوة ممتاز، إذا رقم 2 البوصلة هي إبرة خفيفة ممغنطة يمكنها تحديد القطب الشمالي المغناطيسي للأرض. حلوين ويعطيكم العافية. تعلمنا اليوم أعزائي الطلاب عن المغناطيسية، وتكلمنا عن المجال أو ما المجال المغناطيسي، وذكرنا أنها قوة تحيط بالمغناطيس، وهي عبارة مثلناها بخطوط تبدأ من القطب الشمالي وتدخل إلى القطب الجنوبي وهي تحيط بالمغناطيس.
أيضا تكلمنا عن المجال المغناطيسي الأرضي، وهي قوة مغناطيسية أرضية تتأثر أو تنتج بسبب وجود الحديد المنصهر في لب الأرض الذي شكل مجال مغناطيسي على سطح الأرض له قطبين، القطب الشمالي المغناطيسي والقطب الجنوبي المغناطيسي. وبناء على ذلك من خلال المجال المغناطيسي الأرضي استطاع الإنسان إيجاد البوصلة، واستخدم البوصلة التي تتأثر إبرتها بالقطب الشمالي المغناطيسي الأرضي الذي يجذب إبرة البوصلة أو القطب الجنوبي للبوصلة، فتتجه البوصلة إلى الشمال الأرضي. وبذلك من فوائد البوصلة هي مساعدة الشخص على معرفة الاتجاهات. أيضا تحيط أو تخطيط المجال المغناطيسي. استطعنا تخطيط المجال المغناطيسي الذي في الحقيقة وفي الطبيعة لا نراه باستخدام برادة الحديد. فبرادة الحديد وضحت لنا قوة المغناطيس أو قوة المجال المغناطيسي التي تحيط بالمغناطيس من خلال برادة الحديد. ما المجال المغناطيسي؟ إذا أردنا تحريك عربة فعلينا أن نلمسها لكي ندفعها أو نسحبها. أما المغناطيس فإنه يستطيع سحب أو دفع بعض الأجسام دون لمسها. هناك منطقة محيطة بالمغناطيس تظهر فيها آثار قوته المغناطيسية، تسمى هذه المنطقة المجال المغناطيسي، ولكل مغناطيس مجاله المغناطيسي الذي يحيط به. المجال المغناطيسي الأرضي. لقد عرف الإنسان منذ قرون بعيدة أن كوكب الأرض مغناطيسي عملاق يحيط به مجال مغناطيسي، وبهذا نكتشف سرا آخر من أسرار خلق الله عز وجل، ونتعرف بديع صنعه. ترى كيف نشأ هذا المجال وما مصدره؟ يعتقد العلماء أن باطن الأرض يحتوي حديدا منصهرا، وهذا الحديد يشكل المجال المغناطيسي المحيط بالأرض. والمجال المغناطيسي الأرضي شأنه شأن أي مجال مغناطيسي آخر، له قطبان مغناطيسيان شمالي وجنوبي، والقطب المغناطيسي الشمالي للأرض قريب إلى قطبها الشمالي الجغرافي، ولكنه لا ينطبق عليه، وكذلك الحال بالنسبة للقطب المغناطيسي الجنوبي للأرض. تخطيط المجال المغناطيسي. إننا لا نستطيع رؤية المجال المغناطيسي، ولكي نراه نستخدم برادة الحديد. نحضر قضيبا مغناطيسيا ونضع فوقه لوحا من الورق المقوى أو الزجاج، وننثر برادة الحديد فوقها، وعندما نطرق طرقات خفيفة عليها نلاحظ تشكل خطوط المجال المغناطيسي. نكون هنا أعزائي الطلاب والطالبات، قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في درس قادم. في أمان الله.